السلام عليكم. ده محبس بيتقال عليه في السوق بلية، او هو بول فالف او بلية او محبس كورة. تمام. المحبس ده ستانلس، الجريد بتاع الماتيريال بتاعه 316 ستانلس، 316 انقى انواع الستانلس. تمام. الضغط بتاعه 1000 بي سي اي، ووتر اويل وجاز. الووك دي اختصار للووتر والاويل والجاز، بيشتغل في الووتر والاويل والجاز. 1000 بي اس اي تمام. الضغط بتاعه المعرض السنه دي لصناعات الحديد والصلب والمعادن كان مثمر ام غير مثمر لحضراتكم؟ لا مثمر جدا، وفي اقبال عليه ما شاء الله كويس يعني. والله هو بالنسبة لنا مثمر لأنه دعاية كويسة جدا لشركتنا، والشركات كتير قوي وبتجيلنا مصانع كتير وشركات كتير من الخارج مش من مصر بس. بس الحمد لله كان معرض كويس والإقبال كان كويس. أنت سمعت السؤال، سعر تقريبي للشنيور ال 13 يعني هو تقول في حدود 1000 جنيه مثلا يعني، او 900. الماني اصلا؟ الماني. احنا وكيل موزع وبندي ضمان على المعده اللي بتخرج من عندنا ايا كانت هي، حتى لو سنة الضمان. حتى لو صيني سنه العادي. انا عايز اعرف ايه الحاجات الصفرة الجميله دي. ده مكان لحام كهرباء، ومكن لحام ارجون، ومكن لحام صب ميرجيك اللي هو الاوتوماتيك الاخير دوت. تمام. في مكن قطر. ده بيلحم ايه حضرتك؟ بيلحم جميع انواع اللحام، ستانلس والمونيا وحديد وحديد صلب. وبيلحم كويس؟ بيلحم كويس. دي عامله كام حضرتك؟ دي فرنج ال 120,000. 120,000 جنيه. دي بتقطع وتلحم؟ لا بتقطع بس. ده تقطيع بس. ده تقطيع حديد بس. تقطيع حديد بس. طب اللي بتلحم بقى اهي، ده مكن لحام اوتوماتيك طوله. تمام. ده في حدود كام المكنه دي؟ يعني في رينج ال 300,000 350,000. الاسعار دي طبيعيه حضرتك؟ طبعا بعد مش طبيعيه، بس بعد غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار العملات الاجنبيه ادى لارتفاع السعر المهول ده. يعني الدولار خرب الدنيا للدرجات. طبعا بتلاقوا صعوبة في توفير الدولار؟ ايوه طبعا. طبعا كل المكان ده مستورد. كله مستورد. ما صنعهوش. لا ما بنصنعهوش. طب هل بنعمل له صيانة هنا في مصر؟ بنعمل له صيانة من خلال الوكيل بتاعنا. يعني بنعرف نصين لكن ما بنعرفش نصنع. ما بنعرفش نصنع بالظبط. الموتور ده كم حصان؟ الموتور ده مثلا 7.5 كيلو وات، 10 حصان. ده 10 حصان؟ 10 حصان. طب واللي جنبه ده كم حصان؟ اللي جنبه دوت ممكن 4 كيلو وات، 5.5 حصان. الموتور ال 10 حصان ده عامل كام من فضلك؟ العشرة حصان ممكن مثلا نتكلم في حدود 4000 وشويه.